هنيئا لمن يخرجون الزكاة، لهم عند ربي عظيم المقام. هنيئا لمن يخرجون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، الزكاة ذكر المولى عز وجل أنها تعطى للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فالفقير هو الذي لا مال له، ليس له مال، لا راتب ولا دخل ولا شيء. والمسكين من عنده دخل راتب أو غيره، ولكنه لا يكفي، لا يكفي لحوائجه هو وعياله. فهؤلاء من ضمن من تعطى لهم الزكاة. فالمسلم يحرص في زكاته على أن يعطيها للأصناف التي حددها المولى سبحانه وتعالى. كذلك الغارمين، من دخل تجارة وخسر فيها فهذا يعطى لهم من هذا المال، بخلاف من يأخذ أموال الناس لعبا ويلعب بها، فهذا لا يستحق أن يعني تعطى له الزكاة حتى لا يتمرد ويلعب بأموال الناس. كذلك المزكي ينبغي له أن يبتعد في زكاته، لا يعطيها لا للزوجة ولا لوالديه ولا لأولاده ولا لمن التزم بالنفقة عليهم. فالزوجة والوالدان والعيال الأبناء، هؤلاء واجب عليك أنت أيها الرجل المزكي أن تنفق عليهم، فهذا واجب عليك، وتنفق على قدر استطاعتك. ومن التزمت بالنفقة عليهم، مثلا لو أن رجل أخاه توفى فالتزم بالنفقة على أولاد أخيه أو على أولاد أخته، فهؤلاء مثل هؤلاء لا يعطيهم الزكاة. فهذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. ثم الأقرب ممن تتوفر فيه صفات الفقير أو المسكين فهو أولى من الغير. كذلك من التنبيهات، عندنا بعض الناس هدانا الله وإياهم، يا أصحاب الحيوانات، يأخذ رأس الحيوان ويبيعه ثم يوزع المال، وهذا ما هو غير، هذا غير مناسب. أنت أيها المسلم بمجرد أنك تحدد هذه الزكاة، هذا الرأس من الغنم من البقر من الإبل، فهذا ليس ملك لك، وإنما هو ملك للفقراء والمساكين. والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. فإما أنك تعطيهم الرأس فهم أصحاب الزكاة، هم يتولون هذا، أعطيت عائلة أو عائلتين أو ثلاثة أو أكثر، وإما أنك تخبرهم فهم يوكلونك ثم أنت تبيع لهم هذا الرأس وتوزع عليهم النقد. هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي المسلم أن يحرص عليه. فهذه بعض التنبيهات التي ينبغي أن نحرص عليها. كذلك زكاة الفطر، زكاة الفطر ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من بر من شعير من تمر من إلى آخره، والصاع في تقدير الحالي كيلوين وربع وثلث، يعني لو أن واحد وصلها إلى النص ربما يعني الزايد يكون له صدقة في ذلك عن كل شخص، الكبير والصغير والذكر والأنثى وحتى عن الجنين. وهذه صدقة الفطر سميت بصدقة أو بالزكاة الفطر لأنها تكون قريبة على عيد الفطر، فيجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو بيوم. وكذلك لو حرص المسلم على السنة واستطاع أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فكان هذا خير، إن تيسر له ذلك. فهذا مما ينبغي المسلم أن يحرص عليه. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل من الجميع نفقاتهم وأن يعوضهم خيرا، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين. يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام.